السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائنا الأعزاء في درس جديد حول برنامج أوبس، البرنامج الجميل والرائع لتسجيل وتصوير شاشة سطح المكتب في حاسوبك. إذا كنت تريد أن تسجل درسا معينا أو تسجل أي شروحات على حاسوبك الشخصي أو تسجل لعبة أو تسجل أي درس من قنوات يوتيوب أو أي تسجل أي شيء تريد تسجيله على هذا الحاسوب، هذا البرنامج الرائع الذي توجد فيه كثير من الميزات فضلا عن سهولة استخدامه وتعريف باللغة العربية، فهو برنامج عملاق واحتراف في نفس الوقت، وكثير من اليوتيوبرز يستخدمون هذا البرنامج لزيادة إنتاج المحتوى في قنواتهم. هذا البرنامج البسيط والرائع لتحصل على نتيجة رائعة في فيديوهاتك، عليك أن تضبط وتقوم بعدة خطوات لتحصل على نتائج رائعة وجميلة. الآن باختصار شديد درسنا اليوم كيف نضبط، طبعا الإعدادات معروفة، إعدادات هذا البرنامج، لديك عدة إعدادات إذا كنت قد ثبتت هذا البرنامج باللغة العربية. طبعا من هنا هذه الإعدادات اللغة العربية، طبعا أنا اخترت اللغة العربية، هنا اللغة العربية، يمكنك أن تثبت أي لغة تريدها. هذه خيارات، طبعا هذه خيارات البث، هذه خيارات المخرج، هذه خيارات الصوت، هذه خيارات الفيديو، وهذه خيارات اختصارات البرنامج إذا كنت تضيف اختصارات متقدم، هذه لا تفيدنا الآن. الآن الدرس يخص كيف تضبط كرت الصوت الخارجي إذا كان عندك أو تمتلك كرت صوت خارجي أو مايك خارجي كوندنسر أو USB، وتريد أن تضبط إعدادات هذا الكرت بحيث يقوم تسجيل الصوت من المايك إلى هذا البرنامج لتحصل على نتائج في تسجيل الصوت رائعة وصافية من الشوائب والنويز كما هو معروف في لغة الهندسة الصوتية. طبعا هذه القائمة عندما تفتح لديك هنا إعدادات البرنامج، طبعا لديك هنا عدة خيارات، وهنا إشارة الصوت وهو يسمى المكسر، وهو يظهر لك إشارة الصوت. نذهب الآن إلى هذه القائمة، لدي قائمة هنا توجد فيها إعدادات، هنا موجود ميكس أوكس، هذا المايك الذي يقوم الآن في تسجيل عليه، هذا هو الآن يسترون إشارة هذا الصوت موجودة على هذا المايك. عندك هنا التقاط لعبة، التقاط صورة، التقاط جهاز العرض، التقاط متصفح، التقاط مخرج صوت، عندك إعدادات رائعة جدا في هذا البرنامج، التقاط مشهد، التقاط مصدر لون، مصدر وسائط، التقاط نص، فيه كثير من الميزات الرائعة وكذلك سهل الاستخدام وبسيط. الآن نختار التقاط مدخل الصوت، عندما لتضبط إعدادات الكرت لديك أو إعدادات المايك تختار التقاط مدخل الصوت، وإذا كنا في اللغة الإنجليزية عليك أن تعرف ترجمة هذه الكلمة وتختار هذا الخيار التقاط مدخل الصوت. عندما تقوم بفتح هذا الخيار تظهر لك عدة خانات، هنا نقوم بإضافة هنا إنشاء جديد، نقوم بإنشاء جديد تسمي هذا الكرت أيا كان. أنا عندي الآن كرت فوكس رايت، معروف كرت فوكس رايت نضيف هذا الكرت، تمام، نضغط أوكي. عندما تضغط أوكي سيظهر لك خانة يوجد فيها كثير من الخيارات، أو توجد فيها المايكات أو كروت الصوت المثبتة حاليا على جهازك الحاسوب. عليك أن تختار اسم كرت الصوت المثبت بالفعل على جهازك الحاسوب لكي تضبط الإعدادات بشكلها الصحيح. نقوم بالضبط، أنا الآن مثبت لدي كرت صوت يسمى Focusrite USB، هذا الكرت لدي الآن حاليا مثبت على جهاز الحاسوب. أضغط OK وأضغط موافق. الآن عندما ضغط نرى هنا ظهر كرتي الصوت المثبت حاليا على هذا الحاسوب Focusrite. أين يوجد؟ هو في الميكسر، نذهب إلى الميكسر الآن، انتهينا من هذه الخطوة، نذهب الآن إلى الخطوة الثانية وهي الميكسر، لضبط الميكسر وهي تضيف كيف تضيف الفلاتر على الكرت أو على المايك لتحصل على نتيجة رائعة. هذا المايك الذي قمت بتثبيته الآن، تنظرون إلى إشارة الصوت واضحة لديكم، هذه إشارة الصوت وهل اسمه Focusrite. لدينا خانة ضبط هنا، نقوم بالضغط عليها وفيها عدة خيارات، قفل الصوت أو نرجع الصوت، طبعا تخفي هذا الخانة ثم تريد أن تظهرها تضيف إظهار الكل. طبعا عندنا هنا عدة خيارات، هذه المهمة ثلاث خيارات،
ثلاث خيارات هذه مهمة جدا جدا جدا. الخيار الأول هو الفلاتر، كيف تضيف فلاتر على هذا المايك الذي قمت بتعريفه وتثبيته على هذا البرنامج لتحصل على نتيجة صوت رائعة وجميلة. نضغط على الفلاتر، عندما تضغط على الفلاتر تظهر لديك خانة بهذا الشكل. دائما نقوم بالضغط على عملية الزائد، نقوم بالضغط على عملية الزائد، لديك عدة خيارات أو عدة فلاتر بلاجنات رائعة جدا. في يوجد الكمبروسر، ويوجد الجين، ويوجد ليميتر، ويوجد نويز جيت وهو الفلتر أو البلاجن الجميل لإزالة النويز أو الأصوات مثل أصوات السيارات وأصوات الشوارع التي توجد فيها كثير من أصوات الناس الخارجية أو أصوات المكيفات أو الأصوات الموجودة في غرفتك التي لا يمكن أن تعزلها، أو أصوات الصدى بشكل عام تعزلها بشكل تام. الآن نضيف أول فلتر، وهذا الفلتر كومبروسر الذي يقوم بضغط الصوت. نضغط أوكي، تظهر لك عدة خيارات. طبعا نحاول أن تكون هذه الخيارات كما كانت، يعني كما كانت وكما هي موجودة بشكلها الصحيح. ألا إذا كنت مهندسا صوتيا وتفهم وتعرف كيف تضبط إشارات الصوت وضبطت معنى الإعدادات وبدأ يسجل من المايك إلى هذا الحاسوب إلى البرنامج. طبعا عند ما تسجل أي تسجيل تذهب إلى خيارات إظهار التسجيلات وتظهر لك التسجيلات في هذا الخانة وتختار وترى. طبعا إذا كانت إعدادات الصوت ليست لديك جيدة فيمكن لك أن تغير في إعدادات الفلاتر، وإذا كان الصوت منخفض ممكن أن تزيد أو ترفع من نسبة الصوت أو تزيد من نسبة الجين في كرت الصوت أو في المايك الموجود لديك. هذا الشرح البسيط، نرجو أن تكونوا استفدتم هذا الشرح البسيط. طبعا في دروس قادمة سنشرح الأدوات والخصائص الموجودة التي لم يسعفنا الوقت الآن في شرحها، وأستودعكم الله في درس جديد. وإلى اللقاء أصدقائي الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.